قلت له نعم قال برمز قلنا يا اخي ميدان انت ما سامعنا كلمة ميدان قال لا قلنا يقولوا ميدان يا حميدان واحد تفضل رمى قال من اهل مدافع الولويات ابن الحصن والحصالي ومن اهل بطالة بطول يديني في المحزم البزدي وديره اسلم اسلامي بطول يديني من شفقت عليك يو ديره اسلم سلامي يلوله وياك سلامي يخلي الحصالي هو يقول زين هذا سلامك قال لك يسود عيني تعرف بيك لا لا ما اعرف تعرف يوسف؟ لا والله بلي انت ما تعرفه زين قال لي يوسف رفاع اليمن مرحبا ينعوده مرحبا مرحبا وحي وسيارة الفلاح حيتها لا تغلط لا نفعيه لا كنت حية وسيارة الفلاح حية روحي عن الورد مدحيتي لما دفعينا نصاح ثورو يا جماعة الخير بتحيتين هذي ياك مغريب ثورو له وقولوا حلاه مرحبا ين عودة وبشوفكم مرحبا وحية استاهل قال عاين في عذق البران وصل عاين في عذق البراني وصلهم حبل حبل يقول وصلهم عاين في عذق البراني وصل قهم من شوساق بروق واكبر مليرور يا الريحاني بروس من لا بقوتنا بنزورك اليوم يا الريحاني ما بحيلنا ولا بقوتنا والله ما هاي براني وصل رب الولي ساق بروق قال لي يوسف غاب حاطب وحاطبك يا عمر علينا بيوك الاسبع ولا قرب لبدانها ما يتعبر يمشي ولدي وسال كريوله وحد من الواد ما يتعبر لو عاد تعب سالكه كريوله لو عاد تعب الوقت حاطبي وحاطبك يا عمر ما اعرفك انت بقى اسبع ولا انزين على الوقت عاد انت وافقك عاد انت وافقك قال شو من المصر قال عاد سنام ولبس الخناير ما عدلتي والمرض لبس ثوب ومرغدين نقراد عانا ما شرفنا ويا يوسف مهنيين ومرغدين وعليه ينكم ما شرفنا ويا سمح اللي هي قال عاد سنام
لان تهدي له معدل دي قال يوسف كل الطفلدان في الميدان قسمه وراثه يتموت انت طبخت اللحم يا الغريب شوي عدل مياري وبعد ساعه انت بعدك صفر يا الغريب بشوي لنيات ساعه وبعد ساعه بتدفن وبطيب في الميدان اه بدي يا عامر تموت انت تعالوا سوي لي سواحلي انا ويد الله قلبوها قلبها سواحلي سوالي كلمه ايش قال؟ لحمة ظبي قال ما نوون البر لحمة ظبي ما نوون البر لحمة ظبي ما نوون البر خدم لي يا صايغ النبوتية زين يوم تاكل العيش والي والي خطفنا قرب ناس ما ميرة قدرتوا تقولون والي والي حسنكم كم عبيد ما ميرة تلالنا عراسي أنا مزيمة وانتو مزيمة أنا مزيمة ومتنجي أنا ما نبون البر لكن قوات سيم ما نبون نيني ما لكن قوات سيم ما نبون احنا نيحن كيف قال؟ نوح فغيا بك ايش بتشلي الحين ايش شله؟ ايش ايش تقول وانيو اول قبل ما يشلوها ايش تقول؟ وانيو يو 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 وانيو جانا فخر جمال هذه الوانيو كانها اليويو اللي في الميدان منها تراها منها اها اليو طالع هاله في ميدان من هذه اليو اللي في ميدان طالع من هذه من هذه من اقرع اللي هذه اها غير الزمان وانيو وانيو يو يو وانيو يو يو يو
هو متبدل شعب راشد. زين يقول له، يقول شعب راشد صحه وسمن يا اهل بيته، ودام الرمس هناك، ودام هو دام صوب باطنه، صوب باطنه صحه وسمن يا اهل بيته، ودام علينا استوى حرب وبلهده ما شفتوا حد حد الحدنه. بعد هالحرب مستمر مستمر صحه وسمن يا اهل بيته، ودام علينا استوى حرب وبلهده، حنقلنا هدى يا اهل بيته، ودام ما نخلف اللاهود وبلهده وبلهده. قال المبارك يقول السنة ميلادنا الغوص ما حفلوا، شوف انت السنة ميلادنا الغوص ما حفلوا، جايب عن الشيب لشبابي يا صاحب هالودان ما حفلوك انت قاصد البيت لشبابي هاوي. يلا هات خضلك عن الشيب والنشباب. انزل مع انت الحين معك، معك. خضلك عن الشيب والنشباب انا قطعت لك موز في الديره ترتيع نظمات ود حد شي انت تشوف الا الغريب ود حد شي انا مرغل على بيت والنشباب ولحن على الغرب في الديره في الديره من يسر قال كاك هذا يعني مالهم فزعان مرتاح مرتاح في روح شوي قال مبالي يقول كل هالمفال الرعايه بسن شوف انت كل هالمفالي الرعايه بسن الرعايه بسن وكلهم هل اللي يرتعبوا زين انتوا زيدوا سيوف الرعايه بسن اساهم من السن يرتعبوا يرتعبوا شوف انت قالوا هو تلقى طريق المدافع دن يقول سويري رد تلقى طريق المدافع دن مع مسكن الانس ينديروا انتوا زيدوا يلول المدافع دن اساهم من الدن ينديروا وين قالوا مبالي يقول ابغى تجدي ولون حايس فيه اشوف البحر امرت يدي ولون حايس فيه اذا نحاسبك حاسب الشل انا اشوف البحر لون حايس فيه اما البحر حاس بالشلي زين قال هو يقول شعب راح يقول لي بطك بعين بالطبعين لي بطك بعين بالطبعين زين وفان الولد ريح طوفاني متي بدفنه وفي راس الحد وراس العب الطابع مصيره شوف انت يقول يا خشبه هالو طابع مصيره راس الحد في راس الحد انتي لما طبعتي في راس الحد بيخ بلش طابع مصيره مصيره لكن يا خشبة هالودان بالطبعين لنحل بشريح طوفاني لنحل بكريح طوفاني ها هات هات هاي بتسالف اللي بطك بعين بالطبعين بالطبعين ثاني ولد ريح طوفاني زين متي بدفنه في راس الحد راس العب الطابع مصيره انتي لما طبعتيه في راس الحد اي خبرش طابع مصيره يا خشبه هالودام بالطبعين الى الحل بشريح طوفاني طوفاني شوف انت قال هو يقول سوق المصنعه وبركه فوقه انشر وقيل تحت سدفه الحاشيه ترى ما البركه فوقه شوف ويزت رقبته تحت سدفه تحت سدفه سوق المصنعه وبركة فوقه وبركة نوبة ايه وبركة فوقه انشر وقيل تحت سدفه تحت سدفه سدفه سدافه ايه نعم تحت سدفه الحاشيه تريمال بركة فوقه وزت رقبته تحت سدفه تحت سدفه يقول كبل عليك وقلت الليل يقبل الليل الليل يقول يمال يمال طعن شبه عملاك يمل وراك حاشي وراشد سوا حاشي حاشي ايه فوقه فوقه تحت سدفه يقول حاشيه تريمال بركة فوقه وجدت رقبته تحت سدفه وقال هو يقول عاميتني من رفاعي نوس من وين؟ عاميتني من رفاعي نوس ما تنظر رفاعك العامي ها ايش سويت؟ تا يمشي اليمل من رفاعي نوس يملى من رفاعك العامي شايف راشد يقول عاميتني عاميتني من رفاعي نوس ما تنظر رفاعك العامي وتا يمشي اليمل من رفاعي من رفاعي نوس يقول يملى من رفاعك العامي يقول لك مقصودك الاولي انا بعدني عرفت بعدني بيك هي بعدني انا عنك يقول له فوق فوق اها قال يقول العش الهمه وامشي البر فوق يقول مبارك العش الهمه وامشي البر فوق العش الهمه ولاين الساحل ما دايت هو امشي البر فوق فزني لا لاين الساحل ساحل قال هو يقول له يقول له مين هو دكتور يقول له هو راشد من يقول عميتني من رفاع عينوس ما تنظر رفاعك العامي تا يمشي اليمل من رفاع عينوس يملى من رفاعك العامي قال له يقول العش الهم هوامش البرفو العش الهم ولاين الساحل ما دارت هوامش البرفو فزن الى لاين الساحل ساحل قال له يقوم يهودك توافق ان تطيح
شوف بناتك بيعنا لي وباعنا احنا ما وثبنا بناطحنا وانت بعدك بتلقى مناطحنا وكان مشتد وافق ان نطيح جهده وبيعنا لي وباعنا اها كيف قال؟ إلى لي ويو لا لي إلى لي يا إلى لي ويا إلى لي أبكي وبكاني زماني أبكي وبكاني أبكي وبكاني زماني وبكي على فرق خلاني وبكي على فرق خلاني والعقل في الباطنة والعقل في الباطنة بكاني زماني وبكلا فرق خلاني يزدي بالخالدي والعقل في الباطن أبيد بالراشد يباني ومن قاخواني بكتب قرطاس وصي يلا عندك جنة أبكي بكاني زماني وبكي على فرق خلاني يهزدي بالخالدي ولي عقل في الباطن عبيد براشد يباني ومن قاف نبك تبقى لطاس وصي جهلا عندك فادرين دين دوير ادرين دي ودرين دين دوير ادرين دين دوير ادرين دي رمست لنا هذه عيبتني عندهم خرخاش عندهم هذه عيبتني عيدها ودرين دين دوير ادرين دي ودرين دين دوير ادرين دي ودرين دين دوير ادرين دي ودرين دين دوير هذه والياسر والياسر هذه والياسر هاي يسمونه والياسر هاي يسمونه ايش للياسر هذه نقازية كذا هذه نقازية لا أحد إذا الطبول هني وهو يمشون دائري كذي يدوروا عليه أها ولابسين خرخاش هني في خش 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 أها خش 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 ترى بيقول يعني عاد بيفي عاد يعني يمشون كذي ها يعني مثلا هم دايرين شرقة غروب غروب مشروق ولا منا كم تندنا منادي ولا منا كم تندنا منادي أمتلقى كم توند أمتلقى دي أمتلقى كم توند أمتلقى دي أمتلقى نمونا رجال عبارهم ومشيبتهم كبيرهم ها كبيرهم هاي كبيرهم عاد الحين هو يقول هو يرمس ونمونا كم توند نمونا دي ولا منا كم توند نمونا دي أمتلقى كم توند أمتلقى أم تلقى كم توند أم تلقى هذي وياسة هذي وياسة أنا بغيت أحفظ شيء ما حفظت الحين بغيت أرد عندك ما حفظت شيء تراك يا ولدي يبالي يبالك فترة يبالك عن أشياء يبالك عن أشياء زين شو بقى بعد من شلاته هذي لا هذي الأولي كان وياو والثاني كان هذي وياسة والثالثة يعني نوبس واحدي قال منين دي يسمونها منين دي هذا منين دي يسموه القراع اها قراع زين قال لك شايف قرعة العود قرعة العود اها واثنين اللي حطبوا فيها زين ويعزفوا عليه يعزفوا عليه اها شايفنها عزفوا عليه كذا يغنون هذه يسموها منين دي هاي يسمونها منين هذه ختم هندي
ها ختم هندي؟ لا من هندي يعني اسمها 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 اسم قبيلتهم. اها القبيله اللي هناك هم هذه افريقيا. اه افريقيا هناك قبيلتهم هذه يعني اسمها الاسم قبيلتهم طائفتهم عباره من هندي. زين حد وياهو حد مياسة لكن هاي طائفتهم هذه من هندي لهم شلات يعني على على الاسف هذه ولهم عد شلات يوه يوه يوب الميدان. اه يوب الميدان نوعين. زين هذه من هندي شو تقول؟ هذه من هندي قبل بنجيب لك هنا من 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 العزف على اللحن على اللحن على العزف هذه عاد اليوم يرقصون كذي. اها كليلا ليلا مامي انقو كليلا يا هي كليلا ليلا مامي انقو كليلا ويا هو كليلا ليلا مامي انقو كليلا يا هو كليلا ليلا بابا يانغو كليلا. الحين هم ايش معناته اما يخبرون هم عاد ان الحين انا ابوكم وامكم احنا هني موجودين تعالوا ماما يانغو بابا يانغو بابا يانغو بابا يانغو بابا يانغو خلوا امور هاي احنا هني امكم وابوكم هني موجودين هاي شلتها هاي باللحن. زين شوف طبل رحماني والكاسر المروان